صرف أكتر من 1,000,000 جنيه على هدومه بس، وكل ده في شهر واحد. ما بيلبسش أي حاجة، كلها براندات، ومصمم ملابس هو اللي بيجيب له هدومه مخصوص. مش هتصدق سعر إطلالة أحمد سعد الأخيرة في حفلة الساحل الشمالي. مفاجأة. جدل كبير اتسبب فيه أحمد سعد في حفله الأخير في الساحل بسبب إطلالته اللي دايماً بتعمل ضجة كبيرة على منصات التواصل. سعد المرة دي قرر يلبس كاجوال، ظهر في الحفلة لابس تيشيرت أبيض كات من تصميم دار برادا، والمفاجأة إنه بيوصل سعره ل 750 يورو، يعني ما يعادل 40,000 جنيه، وبنطلون جينز واسع مقطع مع حذاء رياضي، يعني إطلالة كلفت سعد أكتر من 150,000 جنيه. لكن دي مش المرة الأولى اللي بيفاجئ فيها سعد جمهوره بسعر إطلالته والفلوس اللي بيدفعها على هدومه في ظهوره المستمر في الحفلات. قبل كده ظهر في واحدة من الحفلات الأيام اللي فاتت بإطلالة لبس فيها شورت، لكن المفاجأة كانت في سعر الإطلالة دي. اختار وقتها سعد قميص أسود واسع من خامة الحرير مرسوم عليه رسومات بحرية، وده كان بسعر 1,200 يورو، يعني 63,000 جنيه مصري، وكمان شورت واسع من نفس الخامة الحرير وبنفس اللون والرسومات بسعر 990 يورو، يعني 52,000 جنيه مصري. طب ليه سعد بيصرف كل ده على حفلاته، ومين اللي بيجيب له الهدوم دي مخصوص؟ سعد اتكلم قبل كده عن إطلالته وعن المصمم اللي بيجيب له هدومه، خصوصا انه من النجوم اللي دايما بتلفت النظر وبيتعرض للانتقادات بسبب الإطلالات اللي بيظهر بيها. سعد قال في كلامه عن ملابسه والانتقادات اللي بيتعرض لها، بداية من الحلق للقميص الشبك وغيرها من الإطلالات: انا ندمان اني لبست حلق، والغرب كتير جدا بيلبسوا الحلقان تقلدهم وكده. الحلق ملوش علاقة بالستات، يعني مش بتاع ستات بس، في شباب كتير بتلبسه وفي موضة معينة، وخلاص الدنيا بقت مفتوحة دلوقتي، ما بقاش زي زمان الدنيا كلها بص على بعض. كمان سعد قال في تصريحاته: أنا روحت إيطاليا دورت على أكبر ستايلست يلبسني، بس هو غالبا قلعني مش لبسني، لأنه كان بكم عادي خلاني شبك، أنا قلت ألبس على أحسن موضة، ميلانو منارة الموضة، جاب لي الجاكيت والحمد لله علشان عاداتنا وتقاليدنا هو كان معاه جيبة، بس قلت لا مش عايز أزودها، رميت الجيبة وضربت الشبك وناس كتير لبست شبك. أنا بتضايق جدا من الناس اللي بتقولي نقد، لكن أول مرة يعجبني النقد، كنت بتشتم 3 أيام في الأسبوع زي المضاد الحيوي، لكن كنت مبسوط جدا إن الناس شافتني منهم وجوه بيتهم، ممكن حد تاني يلبس ويسيبوه عادي، لكن الناس حابين إني أكون في بيوتهم، ودي حاجة أنا فخور بيها جدا، وبعمل كل ده للناس، كل الأغاني بختارها علشان تدخل البيوت.